السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في سؤال بيقول الناس اللي هي بتدي محاضرات ديت ازاي بتلاقي الوقت انها تقدم محاضرات وتتعلم وتشتغل، وفي مشكلة في تنظيم الوقت، فانا عايزين نتعلم مثلا حاجة زي البيم والريفل، مفيش وقت ليهم. طيب مفيش وقت ليهم، هفضل طول الوقت لو فضلنا 100 سنة 200 سنة هيفضل برضه ملهوش وقت، تمام؟ طيب انا ماليش في جو التنميه البشريه وان انا بقى اقول له ترتيب المحاضرات وترتيب كذا والاولويات والحاجات دي كلها، لكن خلينا نتكلم في ان لو انت عايز تعمل حاجه من الاثنين، يا اما انت بتحبها قوي، يا اما انت شايف انها حاجه اساسيه بالنسبه لك. يعني اعرف ناس مثلا بتحب الانجليزي، قاعد فاضي هيذاكر انجليزي. انا كنت مثلا كنت بحب الرياضه جدا، تمام؟ يعني اي مساله رياضيه هتهالي، لو في فيزياء فيها رياضه هتهالي، اي حاجه في اعمال حسابيه بحب جدا ان انا اشتغل عليها. واعرف واحد كان بيحب يعمل الواجب، تمام؟ فكنت اقول له خد انت اكتب الواجب، انا ما بطيقش اكتب الواجب، وانا ممكن اقعد اشرح لك الحاجات الحسابيه اللي موجوده والمسائل دي. فهو سبحان الله بيبقى فيه شغف بالحاجه، فساعتها هتلاقي لها وقت. لو انا مثلا انا عايز اتعلم الحاجه دي عشان يبقى فيها بالنسبه لي حاجه ممتعه، حاجه لذيذه، او انا شايف الحاجه دي بالنسبه لي عايز اتعلم انجليزي عشان هتسهل لي اتعلم حاجه حلوه، او عشان هسافر، او انا محتاجها في الدراسه بتاعتي، او فلازم تكون لما انت محتاجها جدا او انت بتحبها جدا. وانا احسن وقت ان انت تتعلم حاجه او تعمل اي حاجه لما يكون البيت هادي. انت كل واحد قادر بقى، مثلا في واحد بيجي من الشغل يقعد مع الاهل مثلا ساعه ساعتين، بعد كده ينام ساعه يفوق نشيط ممكن ان هو مثلا يشتغل. في ناس تقول لك لا خليها بعد الفجر، فانت الوقت اللي الناس فاضيه فيه والبيت هادي وتقدر انت تركز. لان خلي بالك ممكن تقعد 4 ساعات قدام الكمبيوتر ومفيش بركه في الوقت خالص، تمام؟ من ضمن الحاجات برضو ان انت ما تسيبش السوشيال ميديا جنبيك او الموبايل، لا اسف النت، بحيث ان انت تعرف تركز. حتى لو ركزت نص ساعه ساعه الا ربع هتبقى كويس جدا. يعني صدقني لو قعدت كل يوم بعد الفجر ساعه في ماده معينه هتقدر ان انت تخلصها على طول. والمهم ان انت تطبق. يعني انا اللي خلاني بدات في موضوع البيم والريفت والحاجات ديت وانا شغال، كان اي حاجه تطلب مني حتى لو مطلوبه كانت اعملها بالبيم. وممكن مثلا لو انا شغال في الشركه بالريفت، طب انا عايز اجرب برنامج تاني زي الاركيكاد، هشتغل بالاركيكاد. طب انا شغال اركيكاد في الشغل، هجرب برنامج الريفت بعد الشغل. المهم ان انا بحاول ايه، ما يبقاش الموضوع شغل 24 ساعه بنفس الاداه، لا ممكن اعملها باداه ثانيه. يعني ممكن اخد شغل معين في مقابل ان انا بشتغل حاجه ثانيه بتعلم منها. يعني ممكن مثلا لو واحد جاب شغل ريفت اقول لا انا مش عايز، تمام؟ ليه؟ لان معايا شغلانه مثلا في ديزاين بيلدر، في حاجه في الاستدامه، حاجه تنوع. يعني خلاص الشغل الاساسي ده خلاص ده الدخل بتاعك، الباقي بقى ممكن يبقى ايه، ان انت بتتعلم مهارات جديده. يعني لو احنا في الشغل، طب في ناس تحب انها تسهر عشان الدخل يزيد وكذا، انا كنت امشي بدري واقعد اتعلم، والحمد لله انا اعتقد ان ده كان افيد. فتنظيم الوقت، انا ما بجيبش ورقه وقلم واقعد اقول النهارده هشتغل ساعتين، النهارده هعمل كذا، لا، هي ترتيب اولويات. يعني الاولويه للاهل البيت او للعيله، تمام؟ مهما حصل لا هم لهم الاولويه. لو عندي محاضره وحصل ظروف في البيت، لا خلاص بلغي المحاضره، ممكن ما اروحش الشغل، المهم ايه العيله رقم واحد. بعد كده الشغل الاساسي اللي هو مرتب ثابت، وبعد كده الفريلانسر. لو حصل تعارض مفهوم ان في دي لها اولويه الاولى، دي الثانيه، دي الثالثه. بعد كده لما بقى وقت بتقعد انت بقى تذاكر حاجه جديده، بتعمل كذا. يعني ممكن مثلا انت ناوي تذاكر بعد كده لا ده احنا عايزين نجيب حاجات للبيت، خلاص الغي المذاكره وروح اقعد شوف حاجات البيت. وحاول تستغل الوقت، يعني وانت مثلا في العربيه بس ما تكونش سايق، ممكن تكون سايق كتاب جنبك كده تقعد تقرا فيه، ممكن تبقى مسيف حاجات كده على الموبايل، مقالات تقعد تقراها تستفاد منها، رغم انها دقايق صغيره لكن في الاخر بتبقى حاجه كويسه. وفي نقطه مهمه جدا، ان انا اللي اتعلمه اعمله. يعني ايه؟ نادى العلم بالعمل فان اجابه ولا ارتحل. يعني لو اتعلمت حاجات كتير جدا لكن ما طبقتش، انسى كل ده هيترمي. انا يعني اخدت 3 كورسات 3 دي ماكس مع 3 عمالقه، تمام؟ 3 يعني فعلا الواحد شرف ان هو درس عليه، لكن ما طبقتش لان في شغل ما بحتاجوش كتير نسيته. يعني لما بجي اعمل حاجه بعملها بالريفت فخلاص نسيته ما تعرفوش. في حاجات كتيره جدا ما بيبقاش هو الشغل بتاعي او هو مش مطلوب مني في الشغل. في مره مثلا
الشركة خدت مشروع معين ببرنامج معين، فخلاص قلت النهاردة بس ايه، رحت منزله وبدأت اشتغل عليه وجبت كورسات. تاني يوم قالوا لا والله ما يعني المشروع ما بقاش معنا فيه 100%، خلاص وقف لحد ما المشروع يجي معانا وشوف ايه لان انت ممكن تقعد تذاكر مثلا حاجة زي السيفل 3D لكن انت ما تطبقش، فهتيجي بعد فترة تلاقي نفسك نسيت كله. في ناس كتيرة مثلا اتعلمت حاجة معينة لكن هم ما بيطبقش حاجة، مثلا زي الليد او البي ام بي، الليد في الاستدامة والبي ام بي في ادارة المشاريع. لو انت فعلا ما بتطبقهاش هتيجي بعد فترة خلاص اخدت الشهادة لكن لا تفقه فيها شيء. يعني في ناس كتير بتاخد الشهادة كشهادة انما بيشتغل بيها لا، هو ممكن مثلا ايه يقول لك والله طب انا هطبق في حياتي العملية، حتى مثلا ايه ده بيتقال كذا خلاص انا لما اعمل اي تصميم هعمل فيه الاجزاء دي. فهتلاقي الموضوع سهل جدا وبسيط. كان اعرف صديق شاطر جدا يعني من المحاضرين الشاطرين في البي ام بي، فسافر روسيا بيشرح بي ام بي، ففوجئ هناك ان هو كل شيء حاجه الناس تبص لبعض وتضحك. اكتشف ان ده خلاص هو بتوقف شركه، يعني هو نظام الشركه 1 2 3 4 نفس البي ام بي، فكلهم ضامنين النجاح لان هو كانك بتساله انت بتعمل البصمه ولا لا، او بتعمل التايم شيت ازاي، كلها حاجات هو بيعملها كل يوم، فالموضوع بالنسبه له سهل جدا. فيعني ملخص الموضوع نظم الاولويات بتاعتك، يعني في ناس عندها امكانيه انها تقعد تكتب وتنظم وبتاع، مفيش مشكله على الاقل بقى اكتب حتى يعني اول شهر اكتب بعد ما تعمل حاجه، والله انا عملت كذا عملت كذا عملت كذا، انا نسيت كذا، طب انا هخصص مثلا نص ساعه بعد الفجر اعمل الموضوع دوت، انا احاول اوقات الانتظار هستغلها، ممكن تحفظ قران، ممكن تحفظ مثلا كلمات انجليزي، ممكن حاجات صغيره، لكن في الاخر هتلاقي نفسك حققت انجازات كبيره. لو انت قعدت تحسب حركه الماوس تمام اللي بتعملها هتلاقي ان انت بتعمل خلال السنه مسافه توديك من الارض للقمر لو انت استخدام متوسط يعني. فما تستصغرش حاجه بسيطه ان انت كل يوم مثلا 5 دقايق تتعلم مثلا الماني، تتعلم فرنساوي، تتعلم اي حاجه انت عايزها تمام، تطبيع على الموبايل وتبدا تعمل، ممكن تتعلم لغه برمجه تمام هتفيدك بعد كده ان شاء الله. سلام.